مساكم الله بالخير. راح نعد الحين سبع أشياء تدمر نفسية ولدك أو ولدك، وهذا الكلام مو مني أنا، من الدكتور والقاضي جاسم المطوع، وهو متخصص تبخره، متخصص في تربية الشباب، وهو أصلا بعد يعني مدير قناة اقرأ، واللي ما يعرفه دش اقرأ عنه، الدكتور جاسم المطوع رجال ثقة ويتكلم بمنطق وواقع ودراسات. نبلش السبع أشياء. رقم واحد، المقارنة. ما يصير تقول حق الياهل أخوك أحسن منك ولا ولد عمك أحسن منك، لأنك بهذه الطريقة تدمر ذاته. اثنين، الحب المشروط. لما تقول حق ولدك مثلا إذا ما درست أنا ما راح أحبك، قلبها. تخيل ولدك يقول لك إذا ما شاركت لي هاللعبة ما راح أحبك، إيش معناته؟ معناته الحب اللي بينكم مبني على هاللعبة. تخيل مع زوجتك، لو تيكم عيالك تقول لك مثلا إذا ما سفرتني هالسنة ما راح أحبك، تقول شون يعني شون يعني. إذا أوكي ما قدرت يعني شون الحب يطيح. فالحب المشروط يشكك الولد في حبك له. ثلاثة، تقول له معلومة خطأ بس علشان يمشي على أوامرك. مثلا يا أهل بكى، يقول له والله الرجال ما يبكي. مو صحيح يا بوي، الريال يبكي. رسولنا عليه الصلاة والسلام رجل وبكى، بكى على بنته أم كلثوم، بكى على ولد إبراهيم، بكى علينا إحنا يا أمته لما رفع إيده وقال أمتي أمتي بكى. فلا تقول الريال ما يبكي، لا الريال يبكي في مواضع معينة. لا تخلي الولد قلبه قاسي لهالدرجة، يعني طفل عادي يبكي ترى. أربعة، قدام الولد إذا سوى شيء غلط، فصل، قاعد يبكي، قدام نقول تراك ينتني. لا، أنت ما ينيت ولا استخفيت، عادي اللي أنت فيه هذا عادي، لكن لا تحسس الولد أنه هو سبب بمرض ولا شيء نفسي سواه فيك، مع العلم أن تصرفه عادي حالة حال أي طفل. خمسة، الإحباط. أنت غبي، أنت متين، في شغلة بويها، بحواجبة، بشفايفة، بشعرة، ترى هذا الصغير يشيل بقلبه، يعني عنده كرامة ترى. وأنا قلت لكم قبل كم يوم واحد صغير شفته في فيديو يقول والله العظيم قاعد بدوانية وأبوي قال لي قلط الرجاجيل، أبوي بيعلمه علوم المرجلة يعني، واحد من الضيوف قال له انقلع يا ورع، يقول والله العظيم وأنا عمري قبل يعني كم سنة كنت يعني كنت صغير، يقول وهي بشبدي شايلها، ترى عنده كرامة. ستة، المنع الغير مقنع. يبوا أبي أروح لأفنيوز، لا ليش يبوا كذي كيف، يبوا بلعب بلاي ستيشن، لا ليش، من غير ليش، لا تناقشني، لا ما ينفع. يمكن جيلي أنا مواليد 87، واللي قبلي الله يحفظهم إن شاء الله يعني من الطيبة الزايدة ما يخالف طوف، بس هذا الجيل لا، يبي يعرف ليش، قام يسأل بكل شيء، صاير جيل يعني جيل واعي. وهذا سلاح ذو حدين، يعني يا أنا يستخدمه صح يا أنا يستخدمه غلط، وإن شاء الله يكونون صح كلهم، لكن فهمه ليش. أنا يعجبني هالجيل، يعني حتى بالدين قام يسأل، يقول ليش إحنا نصوم، جاوبه، لا تقول له لا تسأل هذا فرض، لا جاوبه أقنعه عشان يسوي هذا الشيء باقتناع. سبعة وأخيرا، التهديد الدموي. وهذا نسمعه دائما، يعني ولد صغير تلقى أبوه يقول أقعد لا تشر مخك، أقعد لا ذبحك، أشرب من دمك، أدوسك. ما يصير هالحكي قال حق الصغار، ما يصير. يعني قول يا ويلك، قول بحرمك من بلاي ستيشن، قول لا، بس داعش أنت. وإن شاء الله الكل استفاد. يعطيك أنا أسف.